السلام عليكم أخواتي، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا اليوم في هذا الفيديو. اليوم عندي إن شاء الله واحد الكوموند ديال الشباكية وحبيت نتقاسمه معكم. دونك أول حاجة هي تحضير العسل. خاص كنحضر العسل أنا بيومين قبل. بالنسبة للعسل ديالي كندير فيه، عندي هنايا كما كتشوفوا مشقول ديال السكر، كندير المرقة ديال السكر، عندي جوج إيطرو ديال الماء، عندي جوج حامضات، وعندي بطبيعة الحال القرفة. أنا خديت هاد النوع ديال القرفة تيعجبني غولي، والقرفة العادية كما كتعرفوا هادي العادية. بطبيعة الحال عندي الما زهر. دونك بالنسبة للطريقة كناخد الما، كما كيكون جوج إيطرو ديال الما كنحطو في الطنجرة، كنحط طوال ديال السكر بجوج، كناخد الحامض كنقطعو دي طرونش، كنحيد ديك العدومة. دونك دابا كنضيف الحامض اللي قطعته دي طرونش حيت لي لادومة ديالو، كنزيد القرفة، صافي. وندير ندير الطنجرة ديالنا فوق النار، وان شاء الله غتبعو معايا المرحلة كيفاش غنطيب العسل. انا بعض الاحيان كنخلي ندير قاع السكر، كنخلي واحد نص ساعة حتى يدوب ليا السكر في الماء، يعني اوغفو خارج النار، من بعد عاد تنضيفو فوق العافية. مي دابا غنحطو فوق العافية ماشي مشكل. كما كتشوفو دابا انايا الطنجرة ديالي حطيتها فوق النار، صافي. غادي ندير نخلي على نار مهيلة، وغادي نوريكم بالتدريج يعني العسل فين غادي يوصل، ومن بعد غنحسب ليكم حتى الوقت معاش غادي شحال غيستغرق العسل ديالنا. ونتلاقاو اخواتي. كما كتشوفوا البنات السكر شويه بدا تيذوب، دونك العافيه خصها تكون مهيله، لان القاد السكر شويه كيطلب الوقت باش كيذوب. يلا البنات، احنا مره مره نوريكم المراحل اللي كيمر منها هذا العسل. هانتوما البنات كما كتشوفوا دازت ساعه لاروب، والسكر باقي ما دابش. هي من الاحسن انه يبات ليله كامله دون اضافه الحامض والقرفه، فقط كنبيتو السكر والماء. الغد لي كنديروا الحامض والقرفه، مي بحكم انني زربانه خدامه بها ان شاء الله، اضطريت انني نطيبو مباشره، ولكن هادشي كيتطلب الوقت، يعني النهار كما قلت لكم النهار مهيله. هانتوما هنا اخواتي كما كتشوفوا السكر داب تماما، ما بقاش يبان. دونك في هاد الحاله غنزيد شويه في العافيه، لان كانت في الاول في الاول دات العافيه مهيله غير باش يذوب ليا السكر. مي دابا غنزيد شويه في العافيه. دابا غتبدا المرحلة الثانية، أن العسل غادي يبدا ياخد اللون. البنات العسل هو بدا كياخد اللون شوية، مي الحامض كما كتشوفو راه باقي بيض، يعني من غادي يطيب لينا العسل إن شاء الله اللون ديال الحامض غادي يتبدل، مي دابا باقي بيض. يلا حنا غادي مرحلة مرحلة. أنا تعمد أنني نبين لكم لي زيطاب، يعني راه مدة دابا تقريبا شي ساعتين وباقي العسل ما طافش. دونك دابا البنات كما كتشوفوا العسل ديالنا بدا كياخد اللون اللي هو بني، كذلك حتى الحامض ها هو تبدا غادي تا هو اللون ديالو ولي بني، مازال شويه. مي في هاد الحاله نقدروا نديروا لو تيست باش نشوفوا واش العسل اصبح جاهزا ام لا. ناخذ شويه العسل كما قلت لكم، غناخذ شويه العسل ونوضعو فوق الخامه، نخلي شويه يبرد وغنجربو. هانتوما باقي لينا العسل مازال مطاش، باقي مكيتلصقش. مي باش غنعرفو الا كان يعني اصبح العسل جاهزا كيولي تلصق بحال كليكوز. دابا لا هاهو مازال ها شي. ودابا غنخلي العسل ديالنا تقريبا باقي شي 10 دقايق ونتلاقاو.
دابا كيما كتشوفوا الحامض هو تبدل اللون ديالو، ها هو ولا بني. تبداو في هاد الحاله دابا الكشكوشه بدات كتجمع. دابا غادي نشوفوا لو تيست ديالنا، التجربه ديال العسل ديالنا واش ولا جاهز. كنوضعو شويه فوق الخامه، نتسناو عليه يبرد شويه. كيولي كيولي هانت شوف، وضو الباب كيولي تلصق ليا شي. دونك صافي العسل اصبح جاهزا. شي الاول ما كانش كيتلصق ليا فاش تيستينو، مي دابا ولا كيلصق. دونك في هاد الحالة العسل ديالنا اصبح جاهزا. كما كتشوفو العسل هو بدا كيدير كشكوشة. كما قلت لكم كيدير كشكوشه، دونك غنطفي عليه الغطا وغنكب عليه كاس ونص ديال الماء زهر. دابا العسل ديالنا جاهز، غنحيدو هاد الحامضات صافي ونغطيو عليه حتى الصباح ان شاء الله، ونوريكم كيفاش غادي. ها العسل ديالنا اخواتي كما كتشوفوا معلك، يعني بلا ما نحتاجو نضيفو كليكوز، لان لا بليبار ديال الاخوات اللي كيحترفوا هاد المهنه تيديروا الكليكوز. علاش؟ باش تيبقى قابض، يعني واخا تدوز الشباكيه مده سيمانه 10 ايام كيبقى قابض في الشباكيه. مي الا طيبتي بهذا الشكل كوني على يقين ما تحتاجيش كليكوز. ها انتما كما كتشوفوا معلك. كيدير حتى الصوت، صوت المسكه. ها هو ان شاء الله نتمنى انه يعجبكم ونتمنى انه ينال الاستحسان ديالكم. واخيرا اخواتي ما تنسوناش باللايكات والضغط على الجرس والتعاليق، ما تنسوناش بالتعاليق. بارطاجيو مع عائلاتكم وصديقاتكم كما قلت لكم باش تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.